اشتباكات عنيفة بتعيشها السودان بدأت يوم السبت ولسه مستمرة لحد وقتنا، خلت كل الشعب السوداني عايش في خوف مستمر، خصوصا ان الاشتباكات دي اشتعلت بشكل مفاجئ بين اهم قوتي مسلحتين في البلاد. الكل دلوقتي بيسأل ايه سبب النزاع اللي وصل السودان للوضع ده، وايه هو الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. الحقيقة ان الصراع ده لأسبابه، منها الخفي ومنها العلني. تعالوا نحكي لكم ايه اللي وصل السودان للوضع ده. تقارير إعلامية كتير اتكلمت عن أزمة السودان وعن سبب المواجهات العنيفة بين قوات الدعم السريع اللي بيقودها حمدتي وبين الجيش السوداني واللي بيقوده البرهان. المواجهات دي للأسف بتهدد مستقبل السودان في ظل الأزمات اللي بيمر بيها البلد العربي. الصراع العسكري في السودان هو عبارة عن ترجمة لخلاف سياسي في البلاد، وسبب الخلاف هو عدم الاتفاق على دمج قوات الدعم السريع اللي وصل عددها لمئة ألف عنصر في الجيش السوداني. نقطة الخلاف الرئيسية في الموضوع ده بتتمثل في الشخصية اللي هتقود القوة الحديدية بعد عملية الضم، والقوتين مختلفتين تماماً على مين يقود المجموعة الجديدة ومين حيفوز بمنصب القائد العام للجيش خلال فترة الاندماج اللي حتمتد لسنين طويلة. وبسبب ان القوتين اللي هم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما قدروش يوصلوا لاتفاق واضح في القائد العام، بدأت قوات الدعم السريع في تحريك قواتها العسكرية بشكل فردي في جميع أنحاء العاصمة في الخرطوم، وهو نفس الموضوع اللي حذر منه الجيش السوداني واللي قال عنه إن الموضوع ده هيتسبب في اندلاع صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس. والحقيقة إن رغم الدعوات المتكررة من الجيش السوداني لقوات الدعم السريع بالانسحاب من الأماكن اللي دخلتها من أيام قليلة، لكن قوات الدعم رفضت الانسحاب، وده تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة جداً بين القوتين. وتفاجئنا بعدها بالجيش السوداني بيعلن في بيان رسمي إن قدر يسيطر على عدد من القواعد التابعة للدعم السريع بكل أسلحتها. الجيش السوداني قال كمان إنه تم السيطرة على قواعد الدعم السريع في بورتو سودان وكسلة والقضارف والدمازين وكوستي وجادولجي ومعسكر كراري بشمال أم درمان. وكمان نشرت صحيفة القوات المسلحة السودانية على صفحتها على الفيسبوك فيديو عن الاحتفالات بالسيطرة على مقر هيئة البث الرسمي بالتلفزيون القومي، وقالت احتفالات قواتهم المسلحة الباسلة من أمام مقر هيئة البث بالتلفزيون القومي اللي زعمت ميليشيا حمدتي السيطرة عليها. ده كان سبب الصراع اللي بيهدد السودان واللي اندلع بشكل عنيف جدا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. قولنا إيه رأيك في سبب الخلاف وتوقعاتك للي هيحصل في السودان في ظل تصاعد الخلافات.